بحث علمي على مستوى اللي يقدر نأسس بيه شركة تعمل منتج يؤثر على الحياة أو يحسن الأوضاع في مصر، الحياة الاقتصادية أو الحياة الصحية أو الخدمات الصحية أو الخدمات التكنولوجية، ده ما بيحصلش بين يوم وليلة. علشان تقدر جامعة أمريكية تعمل كده، ده دي منظومة بتبتدي من تأسيس برامج الأساسية اللي بتخدم الأبحاث. فأول حاجة بتحصل في أي جامعة إن هو بنبتدي نعمل برامج دراسات عليا تخدم البحث العلمي. جامعة أمريكية حصل في الفترة الأخيرة حصل تنامي سريع في عدد من المجالات فيها برامج الدراسات العليا، ويصحبها تنامي سريع في الأبحاث اللي خارجة في المجالات المختلفة. فلو حضراتكم نظرتوا الجامعة الأمريكية بالنسبة للعشر سنين اللي فاتت، هنلاقي إن في زيادة كبيرة جدا في البرامج الماجستير والدكتوراه، لأن أول برامج الدكتوراه في الجامعة تأسس في العلوم التطبيقية وفي الهندسة. فإلى جانب الهندسة، مجالات الهندسة العادية اللي هي الهندسة الميكانيكية والهندسة الإنشاء والطبيعة والفيزياء، هنلاقي برامج النانو تكنولوجي، هنلاقي برامج التكنولوجيا الحيوية في البايو تكنولوجي، الأنظمة الذكية. ففي عدد كبير من أو حاليا بيصل إلى حوالي 10 برامج للماجستير وبرنامج للدكتوراه اللي هو تخصصين اللي هي العلوم التطبيقية والعلوم الهندسية أو الهندسة. إلى جانب دول في مجموعة من المراكز البحثية اللي هي مركز يوسف الجميل للبحوث والتكنولوجيا، ومركز يوسف الجميل بيدينا قدرات على عمل أبحاث في مجالات الإلكترونية أو النانو إلكترونيكس والنانو تكنولوجي، المواد، هندسة المواد، للبيوميديكال ابلكيشن، الحاجات الطبيه او التطبيقات الطبيه اللي خرج منها مثلا مشروع اللي كان دكتور حسن عزازي اللي هو الهيباتايتس سي، الكبد الوبائي سي، او كشف عن فيروس الكبد الوبائي سي باستعمال تكنولوجيا النانو جولد بارتكل او جزيئات النانو للذهب. وجود عدد من المراكز البحثيه الى جانب يوسف جميل، في عندنا برضو ده مركز حديث اللي هو مركز النبائط النانو الكترونيه، ده مركز حديث. وفي مركز للتنميه المستدامه والبيئه، ده برضو مركز حديث نسبيا. فوجود عدد من المراكز البحثيه دي وفر لنا قدره بحثيه وقدره معمليه مش متوفره في حتت تانيه كتير. يعني مثلا ابسط حاجه، احنا المكان الوحيد اللي ممكن يحصل فيها تصنيع للنبائط الالكترونيه. النبائط الالكترونيه الالكترونيك ديفايسز. فاحنا بنعمل الالكترونيك ديفايسز بتستعمل كنبائط استشعاريه، نحطها يبقى حاجه في حجم المايكرو اللي هو 10^6 من المتر. بنعمل جهاز يقدر يقيس الحراره ويقدر يقيس الضغط ويقدر يقيس ويقول لنا في حركه حاصله قدامه، ويقدر يجيب الطاقه من ولا حاجه او من الهواء او من فروقات درجات حراره وحاجات زي كده. فدي من المكان الوحيد اللي في مصر ممكن نعمل فيه نبائط بالشكل ده، عندنا في الجامعه الامريكيه. وبيخدم الجامعه الامريكيه والابحاث في الجامعه الامريكيه، وبيخدم الابحاث في الزملاء من الجامعات المصريه اللي بيتعاونوا معانا. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا اللي عندنا قدرات في الدراسات الجينيه برضو، من ان احنا نجنريت جينوم او نطلع جينوم كامل لمخلوق ممكن نعمله في الجامعه الامريكيه. وكان في من مشاريع اللي خدت بعض الصيت في الفتره الاخيره، مشروع اللي كنا بنتعاون فيه مع جامعه الملك عبد الله، بان احنا بنعمل المكون الجيني للميكروبات اللي بنجيبها من قاع البحر الاحمر. قاع البحر الاحمر فيه زي نتيجه ان البحر الاحمر بحر صغير نسبيا في السن او يعني حديث نسبيا، ففي زي براكين في قاع البحر. ف
فالمناطق فيها براكين دي فيها ميكروبات نادرة جدا، يعني ما حدش يعرف عنها حاجة، لأن في ضغوط عالية جدا، في حرارة عالية نسبيا، في ملوحة عالية نسبيا، في مواد ثقيلة. فالميكروبات اللي بتعيش فيها ميكروبات غير عادية. فاحنا بننزل بنروح على مراكب بحثية وبنجيب العينات من تحت ونشوف الميكروبات دي شكلها ايه، وبعدين بنشوف هي ممكن تعمل ايه. فليها تطبيقات، بتعمل انزيمات تستعمل في حاجات طبية، بتعمل انزيمات تنظف البيئة من الملوثات. فدي من الحاجات اللي احنا شغالين عليها وبنعمل عليها باتنتس حاليا او براءات اختراع. في حاجات بالنسبه لابحاث، مجموعه ابحاث متنوعه على الطاقه، وعندنا مجموعه بحثيه كبيره جدا سواء الطاقه بمجالها اللي هو توليد الطاقه او المجال الايجابي للطاقه او المجال السلبي للطاقه اللي هو توفير الطاقه وتكنولوجيا الخضراء للمباني وحاجات كده. فعندنا مجموعه كبيره من الباحثين بيشتغلوا في المجال ده، واعتقد احنا من اكبر المجموعات البحثيه في المجال ده في مصر. في مجال المياه، نوعيه المياه وتوفرها والديسيمينيشن اللي هو ازاله الاملاح من المياه، ففي مجموعه من الباحثين برضو مهتمين بالمياه. فالمياه من الحاجات اللي احنا مهتمين بيها الى درجه كبيره. كل الحاجات دي بنبص لها مش بس ان احنا بنعمل حاجه عشان ننشر او الباحثين ينشروا بيبر او مقاله او اثنين او ثلاثه ويترقوا بيها، ده ما بيحصل في معظم الاحيان. بس احنا بنبص لها ان دي حاجات ممكن ناخدها بعد كده ونخدم بيها البيئه في مصر، نخدم بيها المجتمع في مصر، نخدم بيها الصناعه في مصر وهكذا. واحده من الطرق ان احنا نخدم الصناعه، ممكن نخدم الصناعه بان احنا نحل مشاكل المصانع اللي موجوده حاليا، بس واحده من الطرق ان نخدم بيها الصناعه ان احنا الابحاث دي اللي فيها افكار جيده تنفع انها تخش السوق ويطلع منها منتج، نقدر نعمل منها شركه تنتج منتج معين يخدم المجتمع بشكل واضح. وده نسبيا اللي احنا بنحاول نعمله النهارده او بنتكلم فيه النهارده، ان بعض الابحاث الجيده او بحث من الابحاث المتميزه اللي حصل على مدى سنين في الجامعه هنا ما سبناهوش لغايه لما خلص واتنشر، ودكتور حسن بقى مبسوط ان هو نشر موضوع معين واترقى بيه وخد مكانه في الجامعه. بس لا، احنا عايزين ان هو بعد كده نحمي المنتج ده عن طريق براءات الاختراع، وبعد كده ناخده للسوق ونعمل منه شركه تخدم ناس تشتغل فيها، تجيب دخل لمصر، تجيب دخل للمجتمع، تفيد الصحه، توفر حاجات لصحه البني ادم المصري باسعار ارخص، حاجات زي كده. فاشكركم لتواجدكم معانا، غالبا الشركه وهتعمل ايه وبتعمل ايه هسيب لزملائي يكملوا القصه. شكرا.